خلينا اول شيء نشوف الطاقه لبرج الحمل كيف حتكون هذا الشهر ان شاء الله يكون احلى من الشهر الماضي لانه الحمل دائما تعبانين تعبانين <applause> وفعلا انا بعرف ناس كتير من برج الحمل تعبانين فخلينا نشوف طاقتكم واو آه، طاقتكم هاي هي هاي اللي هي راح تكون مثل انت محصن تماما وليكن حصانه خلينا نقول عنايه الهيه اكثر ما هي منك انت جهد منك انت راح تكون خطواتك مباركه خلينا نقول طاقتك هاي الشهر عم تتحلى بالقوه اللي نابعه من داخلك نابعه من من يعني من روحانياتك فالظاهر انه روحانياتك عالية هيدا هذا الشهر الفترة اللي قلنا عنها فرح تستمد طاقتك من داخلك ما رح تستمدها من الخارج ولا من اشخاص ولا رح تستعين في احد ولكن قوتك رح تكون داخلية فحلو كتير انه رح, يعني رح تستغل الطاقة الكامنة فيك لحتى تعرف تمشي امورك هذا الشهر خلينا نشوف بشكل عام اذا إيه، توقعات برج الحمل اخ آه، ليش حزين يا برج الحمل كل مرة كل شهر بتمنى انه تطلع من هاي الطاقة بس شكلها علقانة فيك شكلها علقانة فيك هاي الطاقة لها فترة طبعا إحنا بنفتح بشكل عام العاطفة إذا بينت عنا بنحكي العمل الصحة السفر أي شيء ببين بنحكي عنه ما حكينا عنه فما بيكون آه ما بيكون موجود بالورق أو ما بيكون في فرصة كبيرة لإله يعني أحيانا بالقراءة يعني ما ببين عندي سفر فبسالوني بالتعليقات انه طيب ما حكيت عن يعني السفر ما حكيت عن السفر لانه ما في فرصه للسفر ما في يعني قدامي بين في فرصه للسفر لذلك انا ما ذكرته فعلشان هيك يعني بتمنى انه تتفهموا الموضوع او القصه كيف بتصير عم بشوفك يا برج الحمل ببدايه هاي الفتره خلينا نقول اول اسبوع شايفه في احلى شيء انه في تمرحل في مراحل في الموضوع عم بشوفك تقوى شوي شوي بهذا الشهر في حدا خذلك خذلان يعني اللي هو كبير اكتشفت موضوع معين خلاك تاخذ فكره عن اشخاص او شخص عزيز عليك كثير يعني مثل كنت يا اما صول ميد يا اما يعني شخص على الصعيد العاطفي او على صعيد الاصدقاء كمان ممكن يكون ممكن يكون هذا الصديق كمان في العمل فعم بشوفك مثل خلص بعد هذا الشخص انزويت شوي او انطويت شوي على حالك او حتى حبست حالك اكثر شيء ما عم تطلع ما عم تفوت ما عم تحاول انك تغير طاقتك عم بشوف مثل تعبان خلاص في عندك صار عدم امان للاشخاص ما عم تعطي فرص للاشخاص في اشخاص جديدة عم بتمر بحياتك في هاي الفترة ولكن عم بشوفك واقف هيك جامد ما عم تعطي فرص للاخرين بسبب حب قديم بسبب خذلان من حبيب يمكن يكون قديم من صديق فعم بشوفك في بعد هاي الفترة أو بعد هذا الأسبوع عم بتكافح أو عم بتحاول تدافع عن نفسك بتحاول تكافح لحتى تمشي بهاي العلاقة أو تمشي بهذا الموضوع بس طاقتك هون قوية كتير طاقتك نارية عم بتكون طاقتك قوية وزي ما قلنا قبل شوي بطاقتك هذا الشهر بالاوراق الطاقة بين عندي انه في عناية إلهية فحتى لو ما انت كافحت حتى لو كذا خطواتك هذا الشهر مباركة وعم بشوف عم ترجع الامور شوي شوي تهدى عم ترجع الامور تصفى بينك وبين شخص قديم شخص ممكن يكون حتى على صعيد العمل سبب لك مشاكل سبب لك كذا فعم بيحاول هذا الشخص انه يتقرب منك عم بيحاول انه يعني يغير الطاقه اللي بناتكم ولكن انت انا شايفيتك ماخذ خلص اللي هو يعني ما عم تقدر تتقبل هذا الشخص بعد الخذلان او ما عم تقدر تسامح عم بشوفك عم بتسامح بعد فتره ولكن في هذا التوقيت اللي هو رح يجي فيه هذا الشخص عم بشوفك كثير لا يعني ماسك سلاحك ويعني مش متقبل ابدا اي موضوع شايفتك بشكل عام عم تقدم على خطوة ممكن تكون في العمل فرصة جديدة في العمل وعم بتكون كتير متحمس لإلها ممكن يكون عمل جديد على فكرة عمل جديد له علاقة في الإبداع له علاقة في ممكن يعني هو مثل عمل حر او شركه ما بين ما بينك وما بين شخص ثاني ممكن يكون ولكن هاي الخطوه يعني جدا رح تكون متحمس الها ورح تكون تمر على خير يعني انا شايفه هذا المشروع او هاي الفكره اذا تبلورت رح تكون في هذا التوقيت خاصه رح تكون جدا مباركه هاي الخطوه. الشخص ممكن يكون هوائي اكتر اشي ممكن يكون سرطان ممكن يكون يعني من الابراج لا من الابراج الهوائية او سرطان من الابراج الهوائية اللي هي بنعرفها ميزان دلو جوزاء ممكن هدول الاشخاص تفتح معاهم مشروع بيكون ناجح مو شرط هدول بس الاشخاص ولكن إذا كانت عندك فكرة إنه تفتح مشروع أو تبلور فكرة أو فأنا شايفيتها ماشية على خير أو إنه عمل جديد هو رح يجيك كفرصة. عم بشوف آخر فترة عم بشوف في هذا الشخص اللي قلنا عنه خذلك أو كذا عم برجع عم برجع بروح جديدة عم برجع ب والقراءة حبايبي ممكن تكون عكسية لأنها قراءة عامة أكيد. خاصة من القراءات العاطفية. فهون مبين انه الوضع عن الوضع العاطفي هاي الاوراق مبين انه هذا الشخص فعلا في حب حقيقي بينك وبينه هذا الحب قد ما يعني قد ما عمل الطرف الثاني او قد ما عملت انت فبترجعوا لبعض كل مره بترجعوا لبعض فشايفه انه هذا الشهر او هاي الفتره كتير حلوه بالنسبه للعاطفه خاصه للاشخاص اما المطلقين او المنفصلين، شايفة انه الشمس عم تشرق اكثر على حياتهم، الشخص المقابل او الطرف الاخر رح يرجع بروح جديدة، رح ينعش هذا الحب، رح يتحركش فيك وغالباً إذا كنتوا منفصلين فأنا شايفة يعني رح يحاول إنه يكافح مشانك هذا الشخص. شايفه ممكن احتماليه كبيره انه يكون في بالمستقبل ارتباط او شيء رسمي بيناتكم حتى لو كنتوا على ارتباط يعني مرتبطين حاليا او منفصلين فشايفه فرصه كبيره بالمستقبل الارتباط لاني شايفه في اشخاص كثير متمسكين داخليا في بعض صحيح في مناوشات في قصص عم بتصير في ولدنه من الطرف الاخر او منك ولكن بالنهايه عم تجتمعوا. عم تجتمعوا على خير وعلى هدات بال وحتى لو كنتوا متزوجين فممكن هذا السيناريو ينطبق عليكم. مبين انه في عندك نهايه وبدايه جديده. هاي النهايه مش النهايه اللي احنا يعني بنعرفها او الموت اللي احنا بنعرفه لا هي عباره عن نهايه لابد منها، نهايه لشيء سيء في حياتك اما تكون ادمان ادكشن اما يكون طبعا الادكشن الادمان انتم بتعرفوا انه اكثر من نوع يعني مو شرط انه ادمان ادمان ممكن يكون ادمان جنسي، ممكن يكون ادمان حب على شخص، ممكن يعني في اله كثير معاني الادمان فشايفيته عم ينتهي وعلى فكرة هذا الكرت ممكن يكون نهاية لعلاقة ثالثة لأنه أنا بشوف هنا في طرف ثالث عم بيوقف يعني تجاه هاي النهاية ما بده هذا الموت لعلاقتهم مع بعض ولكن النهاية لابد منها والبداية عم بشوف الطرف الثاني عم بيقدم لك يعني عرض عم بيقدم لك اعتذار عم بيقدم أه خلينا نقول صفاء أه نية فكتير معقول هذا الشهر يكون رجوع للمطلقين أو للمنفصلين وشايفة في تطور حتى للمرتبطين أيضا أنه تتطور العلاقة أكثر أه شايفة في حميمية أكثر بين المرتبطين اللي على علاقة اللي مش منفصلين شايفة زيادة في أنه تدخلوا في بعض أكثر آه شايفة في أمان أكثر عم بتحس كل واحد عم بحس ناحية الثاني بأمان وعم يلجأ له بالمشاكل عم يلجأ له بكتير أمور آه عم بتبين عندي الطاقات أكتريتها طبعا في عنا قوس في عنا أسد في عنا سرطان آه وكطاقات الهوائية والنارية والمائيه طاغيه بشكل فظيع بالنسبه للعمل بشوف انه طاقتك هاي الشهر كلياتها رح تكون رسم حدود عم ترسم حدود او خلينا نقول يعني حد لكل شخص كان يتمادى في السابق كنت في السابق انت الحمل كنت تمشي كتير كنت خلص تهمش يعني اللي بيعمل لك شيء او كذا شو لا هاي المرة عم بشوفك كتير عم بتوقف آه وقفة يعني أسد خلينا نقول وقفة آه خلص إنه هذا حقي وأنا بدي إياه وكذا وعم بشوف كمان رجوع آه حق إذا كان آه في العمل أو في العاطفة في حق رح يرجع لك آه في كارما رح تصير في الموضوع فشايفة تقدم كبير هذا الشهر على جميع الاصعده ان شاء الله لبرج برج الحمل بس انه ينتبه في شخص جديد ممكن يعرض عليه عمل هذا الشخص الجديد ممكن يعرض عليه عمل او يعرض عليه علاقه عاطفيه بس انه يحترس من هذا الموضوع هذا الشخص ممكن تكون طاقته هوائيه ممكن يكون طبعا ايا من الابراج الهوائيه وممكن غير هيك يعني مو شرط ولكن هذا الشخص في من وراه مش يعني شر، في من وراه يعني خوف وكذا. فكنت اذا كنت داخل في علاقه جديده كتير جديده بدك تكون حذر من هذا الشخص او اذا في شخص بدك تدخله في حياتك في هاي الفتره كون حذر منه. ما عم بقول لا تعطيه فرصه عادي جدا ولكن بدك تكون محترس وما تعطي الامان او الاسرار بشكل كبير من اولها. لما تتاكد من هذا الشخص 100% اعمل هاي الخطوه لانه عم بشوفك شوي طاقتك متسرع هاي الفتره عم تاخذ قرارات عم تمشي بسرعه مليت من الجمود مليت من الكسل فعم تاخذ خطوات عم تاخذ خطوات بجراه بناريه فلا هدي شوي وفكر بالامور قبل ما يعني قبل ما تعملها هذا اكثر شيء بين اذا كان في شايف البعض في عندهم خلينا نقول طفشان يعني من كل شيء حابين يسافروا في فرصه سفر فعلا حقيقيه وحلوه خاصه خلينا نقول على الصعيد العملي اللي بده يسافر على عمل وشايفه في ناس عم بتسافر كسياحه مع الحبيب يمكن مع فشايفه في سفر في الموضوع هذا اكتر اشي حبايبي آه خلينا نشوف آه من ورق تاني اذا في اي تفصيلات اخرى او مواضيع شايفيتك يا برج الحمل عم تزيد روحانياتك كتير عم تصلي كتير لموضوع وهذا الموضوع رح يصير بهاي الفترة هاي الامنية رح تتحقق في هاي الفترة في شخص كان متسلط في حياتك قريب كتير جدا منك هذا الشخص إما راح ينتهي تسلطه راح يتغير هذا الشخص في هذا الشخص على فكرة قريب كتير ممكن يكون على الصعيد العاطفي لأنه هذا الورق أنا فتحته للعاطفة فهو شخص شوي كان متسلط في السابق ولكن عم بشوفه بتغير هاي الفترة عم بصير حنون أكتر عم بغير شوي من أفكاره بتنازل شايفيتك بالبداية راح تكون يعني حامل حمولك وخلص تعبت ورحت خاصه انه في احتماليه كبيره انه يكون في طرف ثالث في الموضوع شايفه نهايه تقريبا ل شفنا قبل شوي نهايه لطرف ثالث وفعلا في طرف ثالث يا جماعه طبعا ممكن يكون يعني مو شرط يكون خيانه ممكن يكون عمل ممكن يكون كذا فاذا كان عمل مثلا فهو رح يبلش يعمل توازن انه يعطيك زي ما بيعطي العمل للمتزوجين مثلا لاي علاقه عاطفيه كانت مرتبطين او منفصلين بشوف في انهاء ل يعني الطرف الثالث العائق في في الموضوع رح يكون في نهايه له عم بشوف زي ما شفنا قبل شوي يعني كمان الورق عم بياكد على بعضه عم بشوف كل واحد بشعر بالامان ناحية التاني شايفة في كيف بدي اوصلها لكم شايفة حتى لو ما كان في علاقة رسمية او زواج رسمي شايفتكم اما مش انه بتعيشوا بنفس البيت ولكن رح تتعاملوا مع بعض كزوج وزوجة رح تتعاملوا مع بعض وكأنه كتير قريبين من بعض او انها بدايه لمؤسسه مؤسسه زواج يعني بيناتكم وشايفه انه الطرف الثاني مخبي لك مفاجاه او طبعا هاي القراءه عاطفيه فممكن تكون عكسيه شايفيته مخبي لك مفاجاه مخبي موضوع معين ولكن انت يعني عم تتعامل مع الموضوع بحذر او انه مش متفاجئ من هذا الموضوع مش كثير فرحان بالرجوع وكانك يعني مشكك بالطرف الاخر مشكك بال بالشريك يمكن من كثر ما عمل شغلات او هيك امور شايفه مراقبه كبيره من الطرف الاخر من الشريك يعني عم بيراقب بطريقه ولكن ما عم بيكون واضح في هذا الموضوع يعني عم بيراقب لكن مش حابب يعرف انك انت تعرف انه هو عم بيراقبك يب. خلينا نشوف عقلك الباطن الفترة هاي أكتر شي لوين رايح في الفترة الجاي اهتمامك العقل الباطن تبعك إذا في بشارة إذا في شي اه حبيبي قلت لك في شخص جديد راح يدخل حياتك فراح يكون بعقلك الباطن مثل صراع داخلي انك تختار ما بين شغلتين اما اما تختار ما بين الحبيب القديم الموجود من الاول والشخص الجديد اللي راح يدخل حياتك اللي قلت لك كون حذر شوي معه او انه على الصعيد العملي راح تكون بين خيارين بين عمل جديد وعملك اللي انت فيه او انك تترك الشغل وتمشي فراح يكون في قدامك خيارين تختار منهم، راح يكون كتير صعب الاختيار ولكن أنا شايفتك راح تختار الشي المناسب، يعني على خير هذا هذا الموضوع إن شاء الله راح يتم على خير، طيب في تحذيرات غير اللي قلناها، خلينا نشوف ورق التحذيرات. أيوة شوف حبيبي عم يكون عندك تقريبا هاي الفترة موضوع اللي هو عم بت... بعقلك الباطن بتفكر بالأمور بأوهام كتير في أمور عم بتضخمها عم بتضخم كتير الأمور وتحسب حسابات كتيرة تستنتج تحلل تحليلات كتيرة عم بتعيش شوي بالوهم بالهواجس بالخوف عم بيأثر هذا الإشي على فكرة على صحتك فالتحذير إنه لا تنتهي هاي تحاول تنهي هاي الطاقة من من تفكيرك لأنه ما ما بتستفيد منها شيء يعني طاقة سلبية هي أساسا وما في إلها داعي يعني ورقك حلو فما في داعي للتخوفات والأمور وأساسا فكرت أو ما فكرت النتيجة واحدة فمنطقيا لشو عم بتفكر بهاي الأمور اه خلينا نشوف هيك واو اذا في نصيحه من الفيري كارز اه حلو كتير هاي الفتره عم بيقول لك انه رح تعيش رومانسيه بزياده هذا الفتره الجاي فراح تعيش مع الحبيب او مع يعني راح تكون في رومانسيات كتير راح يكون في مشاعر جياشه خلينا نقول راح ترجع علاقتكم زي ما بلشت مبين انه رومانسيات كثير يعني ما توقعت يطلع لكم هذا الكرت بس شيء حلو بالنسبه للاشخاص اللي ما عندهم شريك مبين انه في زي فارس أحلام أو زي مثلاً عريس أو علاقة جديدة عم تدخلوها وعم بيكون كتير حلو